وسالا يكشفون خلافهم عن رين بيوتي وخطوبة نوسارس. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أعلنت أناصالا امبارح عن عودتهم إلى أمريكا ونهاية تصويرهم للبودكاست الخاص بهم، حيث اقتصر بودكاست أناصالا فقط على اليوتيوبرز المقربين إلهم، منهم غيث مروان وسارة أبو فلا، محمد عدنان وأحمد النشيط. والجمهور لما ما شاف نارين بيوتي من ضمن ضيوفهم اتوقع أنه في خلاف بين عائلة أناصالا ونارين. أما بودكاست نورسارس فقامت بتصوير حلقة واحدة مع أناصالا، ولحد الآن نورسارس لم تكشف عن ضيوفها القادمين. أيضا في آخر فيديوهات نورسارس لمحت عن زواجها من ضمن مخططاتها لهذه السنة، وقامت بالتلميح بوضعها خاتم الخطبة. فهل سنشهد زواج نورسارس وكريم الشريف؟ رأيكم بخصوص هذا الخبر؟